السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم عصير الليمون على الطريقه ديالي. طريقه سهله ورائعه ومفيده بلا ما نذكر لكم فوائد الليمون العديده. هنا عندي تقريبا زوج تاع الليمونات اللي قطعتهم كما كتشوفوا صغير بهذا الشكل، وعندي ماء بارد وعندي سكر حسب الذوق. هادشي اللي غادي نحتاج للعصير ديالي، وكونوا متاكدين انه غادي يجي رائع ومنعش تبردوا به في هذا الصيف. كنحتاج المولينكس، كنقطع كما قلت لكم هذا الليمون، كنضيفه في المولينكس بهذا الشكل. كنضيف شغادي نقول لكم نصف لتر نتاع الماء باش ما نكثرش الماء في الاول، باش ينطحن لي مزيان هذاك الليمون. كناخذو وكنطحن في المره الاولى كما كتشوفوا مزيان، من بعد كنصفيه. هذه هي المره الاولى، صفيوه وتعاودوا. من بعد ما كيصفى مزيان كتعاودوا كتاخذوا هذا اللب ديالو وكتعاودوا ديروه في المولينكس الليمون. عنده فوائد عديده للضعوفيه، اللي بغى ينقص الوزن يشرب الليمون. كتضيفوا له كما رديتو في المولينكس، غادي عاد نضيف له الماء. هنا جوج تاع الليمونات درت فيهم يتر ونصف تاع الماء، شوفوا شحال خداو لنا، كيجي رائع اقتصادي ما فيش شي حاجه بزاف. ووليت كنطحن. بعد ما طحنتو المره الثانيه كما شفتوا، الان غادي نخويوه كامل، نصفيوه وغادي نديروه في شي حاجه ديروه فيها. والان حنا غادي نديرو السكر حسب الذوق. نتوما كتضيفوا السكر وكتحركوا وكتذوقوا على حسب نتوما اللي تبغيو. الليمون يعني زوين هذا العصير، بنادم يشربه كل صباح، كيحيد السموم من الجسم، كيبعد السموم على الجسم، ما يخليش شي حاجه، يعني كينظف الجسم بحال المنظف. هو كما كتعرفوا هو ماده حافظه، كذلك كيحفظ الجسم من الميكروبات. كيجي رائع، نتمنى تجربوه. تردوا عليا، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على جيم باش ان شاء الله تشوفوا المزيد. وجربوا هذا العصير، راه منعش خاصة في فصل الصيف. إلى اللقاء.